عمارة المصرية للاتصالات هي اللي هتحصل على الفور جي أو الجيل الرابع. المصرية للاتصالات حصل أنه في ناس كتير تراجعت عن الاشتراك فيها، هي بتخدم الخطوط الأرضية بس حصل تراجع كبير جدا. هل هي هتقدر تحقق خدمة الفور جي أو الجيل الرابع؟ هي الحقيقة مش المصرية للاتصالات فقط هي اللي حصلت على رخصة الجيل الرابع، يعني كل الشركات حتى الثلاث شركات الاخرين، كل الاربع شركات خدوا الجيل الرابع. ولكن هي كان بيميز الشركه الوطنيه او الشركه المصريه للاتصالات انها هي عندها شبكه التليفون الارضي او التليفون الثابت، هيضاف اليها انها تقدم الى جانب الثابت خدمه المحمول من خلال يعني الجيل الرابع. الحقيقه هو ده التحدي قدام المصريه للاتصالات، وقدام لان الحقيقه هي كشركه وطنيه وكل الشركات الوطنيه في العالم اللي هي تمتلك شبكة أرضية أيضا بتمتلك أو لديها شبكة محمول، لأن يعني عالميا التليفون الثابت استخدامه بيتراجع. الشركة المصرية للاتصالات كان عندها 11 مليون أو 12 مليون مشترك، تراجع وصل إلى 7 أو 6 مليون 6 مليون مشترك دلوقتي، يعني تقريبا تراجع 50% من المشتركين. وبالتالي كان طوق النجاة، ودي في النهاية مؤسسة وطنية اقتصادية ضخمة جدا، كان يجب حمايتها واعطائها يعني ايه. وده الحقيقه يعني هذا الدور يذكر للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الحالي، لان يعني قبليه يمكن 3-4 وزراء لم يتمكنوا من حسم هذه القضيه في انقاذ هذا الكيان الاقتصادي الكبير جدا، لان طبعا عارفين ان احنا في ظل تراجع التليفون الارضي مقابل التوسع الكبير جدا في استخدام الشبكات المحمول، سواء بالنسبه للصوت والاخطر الانترنت، يعني كلنا بنستخدم الانترنت على الشبكات المحمول، التليفون المحمول او اجهزه الايباد او غيره. فبالتالي هنا كان لازم انقاذ هذا الكيان الاقتصادي في ان هو ياخد خدمه المحمول، سواء بقى في الفويس اللي هو الصوت او في الانترنت المحمول من خلال الجيل الرابع. الحقيقة برضو احنا اتأخرنا فيه، يعني لان في دلوقتي في دول بتشتغل على الجيل الخامس. فالحقيقة هو التحدي هنا ان هم ازاي يتمكنوا من اقتناص هذه الفرصة في انهم يقدموا بقى يعني خدمة جيدة ويحافظوا على هذا الكيان الاقتصادي الوطني المهم. يعني الحقيقة برضه أنا عاوز بالنسبة للتشريعات، لأن دي هي يعني التشريعات الجديدة والقوانين الجديدة. خلينا يعني يبقى السادة المشاهدين عارفين إن إحنا في مصر يعني لا تمتلك شبكة الإنترنت. شبكة الإنترنت دي هي شبكة أمريكية في المقام الأول، وكل العالم بيستخدم هذه، حتى وسائط التواصل الاجتماعي كلها ابتكار أمريكي، سواء فيسبوك أو تويتر والكلام ده. في النهاية هذه وسائط، يعني احنا بنستخدم زي ايه وسيله طرفيه ان احنا بنستخدم يعني ايه هذه الشبكه. فالحقيقه عاوز اقول ان التكنولوجيا في مجال الاتصالات تحديدا اسرع من التشريعات. يعني النهارده هي اكيد لها ايجابيات كتيره طبعا، بس طبعاً احنا لازم نتعامل معاها بحيث ان احنا نوصل للايجابيات اكتر من السلبيات. ما انا عاوز اقول ان هنا مرونه التشريع لازم تكون، احنا دلوقتي السلبيات 90% والايجابيات لا. ما انا عاوز اقول ان مرونه يا فندم، مرونه التشريعات هنا لازم تكون تواكب. يعني ايه؟ يعني لما طلع خدمه المحمول ما كانش فيه يعني المعاكسات الكلام ده، كانت فيه مشكله كبيره. كان في معاكسات يعني بس التليفون الارضي محدوده. لا انا عاوز اقول يعني مثلا لما كان فيه الاول التليفون الارضي كان فيه معاكسات، كانت الناس ما بتعرفش مين بيعاكس. لما ظهر التكنولوجيا اظهار الرقم الطالب المتصل يعني حدت من هذه الظاهره. يعني عاوز اقول ان التكنولوجيا هنا بتعالج ايضا هذه السلوكيات. احنا هنا لما نطوعها بالظبط، ما انا عاوز لما نحط التشريعات لازم احافظ على حاجتين، على الامن القومي للبلد، وايضا احافظ على امن المواطن ويعني خصوصيه المواطن، لان هو المواطن في النهايه هو المستخدم الرئيسي. اذا كانت بتحصل تجاوزات فهي بالتاكيد بتكون حالات استثنائيه، سواء بالنسبه من جانب افراد ضد مواطن او ضد المصلحه العامه. فالحقيقه هنا يعني يجب ان احنا نبقى شايفين الموضوع مش بس في الإساءات أو في المشاكل أو الجرائم، أيضا أن هو
هذه وسائط او هذه خدمات بتقدم يعني خدمات للملايين. اذا كان من ضمن ال 50 مليون اللي احنا اتكلمنا عليهم ممكن كام يتجاوز او 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 او, أو يسيء استخدام هذه الوسيله؟ فاذا لازم التشريع يبقى في سياقه، لان انا وانا واحنا بنتكلم الان يعني في يعني مطلع 2017 بالتاكيد ان ممكن في نهايه هذا العام تظهر وسائل تكنولوجيا او ابتكارات جديده يكون يعني يتجاوز هذا التشريع. فالحقيقه احنا الاصل دايما هو الاتاحه، الاصل هو ان احنا يعني ايه ندي للناس الثقه والاحترام والتقدير في انهم يكونوا عند مستوى الظن او حسن الظن في استخدام هذه الوسيله، ويبقى التشريع هنا او العقاب هنا يعني في نطاق الايه؟ في نطاق القانون. عشان برضو يعني سيادة النائب هنا أشار لنقطة مهمة جدا، إن احنا لا نظهر إن احنا بنضيق الحريات على الناس أو إن احنا عاوزين نعاقب الناس أو إن احنا هنغلق على الناس أو نقفل الفيسبوك. هذه وسائط مهمة جدا وخطيرة جدا. أهم حاجة نمنع الجريمة بالظبط. أنا عاوز أقول لا إن 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 زي الأستاذ شريف ما قال، هذه وسائط بتقدم خدمات هائلة. انت حضرتك في ثانيه ممكن توصلي رساله، ممكن بدل ما تنزلي مشوار. استخدامها مؤخرا اصبح سيء جدا، كم الجرائم اللي بترتكب سواء جنائيه. ما احنا منتظرين بقى التشريعات والقوانين اللي هتنقذنا. احنا عاوزين هنا بقى هنا يكون في احصائيات، يبقى في احصائيات. يعني انا مثلا لو الاستاذ رشيد قال في عندك 50 مليون مستخدم على الفيسبوك، طب كم في الميه؟ كم مليون واحد؟ مليون واحد من خمسة من 50 مليون يمثل كام؟ يعني هنا عاوزين يبقى في يعني ايه الموضوع متاخد في اصبح السيارة. الان في تشكيلات عصبيه الكترونيه على تمام ماشي.